ما هو دور خطبة الجمعة في جمع الكلمة وتوحيد الصف وتأليف القلوب وصلة الرحم؟ ما هو دورها؟ هذه الموضوعات سورة الجمعة حوت المحتوى الملف الكامل لموضوعات خطبة الجمعة عبر الزمن. موضوعات خطبة الجمعة، كل خطبة كل الموضوعات حوتها السورة. نجد لا تخرج عن أي شيء، أن يتلو آيات الكتاب ويزكي ويعلم الكتاب والحكمة ويجمع ويجعل الناس تسعى إلى ذكر الله ويجعل الناس تذكر الموت الذي هو ملاقي. هذه كل خطب الجمعة ينبغي أن لا تخرج عن هذا، كما ينبغي كذلك أن لا تتحول خطب الجمعة إلى مهنة فقط ووسيلة لكسب المال فقط أو الرزق، حتى لا ننزل بمستوى ما أمر الله به فلا نليق بحمل الكتاب. مشكلة قضية التمهين، أن تتحول هذه الأشياء إلى مهن، هذه خطيرة، هذه مشكلة، وبالتالي لابد من التدريب. ولكن أنت تدرب الناس على أي شيء؟ القرآن يدربهم على تزكية النفس. ولذلك أنا أرى، والله أعلم، أن من الأشياء الرئيسة التي ينبغي أن يتعلمها الخطباء وأولئك الذين يرتقون على المنابر سورة الجمعة.